مشاهدينا الكرام متابعينا، اذا تغطيتنا متواصله ومستمره لحفل زفاف الشاب رامي عبد الرحيم خنكار الذي يحتفل بزواجه الليله هنا في الخطوط، هنا في نادي الخطوط الجويه السعوديه. معنا في هذه اللحظات احد اقرباء العريس وبالتحديد الاستاذ فادي زيدان. نرحب فيك عبر قناه خالد با زيدان ونقول لك مساء الخير. مساء النور. فادي، وش الكلمة اللي حاب توجهها للعريس رامي؟ المبروك، إن شاء الله تكون بداية خير لي وتصحيح، ونتمنى له التوفيق في حياته الزوجية. شادي بما أنك اليوم تحضر وزميلك أيضا أو قريبك العريس اللي هو رامي عبد الرحيم الذي يحتفل بعقد قرانه، توصية أو وصية توجهها له عبر قناة خالد بازيدا؟ الصلاة والدين. وش المشكلة؟ بعض الشباب قادر على الزواج لكنه يرفض الزواج ويريد تأجيله إلى ما بعد، وش المشكلة؟ غلاء المهور في داخل المملكة. إذن يعطيك العافية. الله يعافيك.